اكتر حاجه ضايقتني في الطلاق الحبايب بقى والاصدقاء وال دخلوا فجاه بصيت كده لقيت بابي لقيت انت خايف مشاكل عائليه حصلت مع فوز شلبي ازاي؟ يعني اللي انا كنت خايف منه حصل مش هينفع ابويا يموت لغايه ما وصلت لمرحله قلت لا انا كده هروح للدكتور ما بحبش اعبر عن احاسيسي خالص هعيش ازاي؟ ما اموت بقى الناس دي دمرت هيثم احمد زكي سالتيني سؤال لازم نجاوب عليه هم باصص له بعينه باصص للجمبريايه مثلا فيقول لي بس معلش عشان احنا ماشيين انت ومراتك ايه الحاجات اللي انت حبيتها فيها؟ اسئلتك تبدو ليكي ان هي سهله طفل صغير في الشارع مرمي المفروض ده دلوقتي نايم في البيت متعشي ينزل يتمشى في الشارع حتى انا مش عايش في الشارع